المرأة كلمة كبيرة مفعولة صغير، بس لحسن الحظ نحن اليوم بظروف وبزمن حصلت فيه نسبة كبيرة من النساء على حقوق مدنية ما كانت موجودة عند جداتنا وعند أمهاتنا بشكل أو بآخر. أهم العمل، عمل المرأة اليوم ما عاد برستيج، بل هو حاجة ملحة، لأني هو الضمان الأكيدة للكرامة الإنسانية لكل من الرجل والمرأة بشكل متساوي. أنا ماني مع فكرة المساواة بين الرجل والمرأة، أنا مع فكرة عدالة أكثر، أي عالم منصف لكل من الرجل والمرأة بشكل مستقل داخل المنزل وخارجه، يعني بالعمل، بتكافؤ الفرص، وبالمساواة في الأجر عن كل عمل ذو قيمة متساوية. تعرفوا شو نسبة النساء العاملات في سوريا؟ 13% بس، مع أنه ببلادنا نسب التعليم بين الذكور والإناث متساوية، بل بكثير من الأوقات تتفوق الإناث على الذكور. ومع أنه بشكل مدهش 70% من النساء فضلوا أن يكون عندهم وظيفة بموافقة الزوج، بس دور عليهم بسوق العمل وبالمناصب العليا ما بتلاقيهم. طب وينهم؟ تاريخ بقول وينهم. قبل الثورة الصناعية الكبرى كان 80% من سكان الكوكب بيشتغلوا إما بالزراعة أو بالتجارة، لكن كان العمل محصور ضمن المنزل. بعد الثورة الصناعية الكبرى خلقت فرص عمل تتطلب إنه يخرجوا النساء والرجال من بيوتهم للمعامل، للمناجم، للمصانع وغيره، لدرجة إنه سنة 1910 بلغت نسبة النساء بين القوى العاملة 45%، يعني قريب النص. لكن هذا الأمر أثار بشكل أو بآخر غضب الرجال، وقرروا يحطوا قوانين تصعب العمل على المرأة، وقسموا العمل ذو المردود المادي كان من نصيب الرجل، بينما تسقط أعمال الأعباء الرعاية المنزلية غير المأجورة بالمرأة لحد يومنا هذا. طيب إذا جينا سألنا حالنا شو الفائدة من أنه نحن ننمي القدرات عند نسائنا وبناتنا بدون الاستفادة منها، علما أنه غيابهم عن سوق العمل بكلف خسارة 47% من مدخول المنطقة. أقل من ثلث الإداريين حول العالم إناث، وببلادنا أقل. وإن صاروا استلمت مركز قيادي فهي لا بتحصل على نفس الراتب ولا بتحصل على نفس الفوائد اللي بيحصل عليها الرجل. ضيفوا لهالشيء مجموعة كبيرة من العواقب والمشاكل اللي بتعانيها المرأة في المجتمع، خاصة بموضوع اللي توازن بين نجاحها وتحقيق لذاتها واستقرارها المادي وبين استقرارها العائلي. هالعوائق دفعت المرأة عبر سنوات طويلة لأني تتراجع من سوق العمل وتنسحب. فأنا كان عندي 3 تجارب حياتية حبيت عبر منصة تيدكس أنقلها لنسائنا ولأولادنا. هن 3 تجارب. الأولى إنك ما تغادري قبل وقتك. كثير من النساء تقضي فترة طويلة هي عم تدرس أو عم تشتغل أو حتى عم تتعلم، وأول ما بيلوح بالأفق مشروع لخطبة أو لزواج أو حتى لإنجاب طفل بتتراود لذهنها سؤال جماهيري، إنه أنا شلون بدي أوفق بين شغلي أو دراستي وبين استقراري العائلي. بنفس هاي اللحظة تاخذ قرار إن هي توقف. بتوقف إن تاخذ علامة أعلى بدراستها، بتوقف إنه تطلب ترقية بالوظيفة، بتوقف حتى إنه بتاخذ مشروع جديد، تاخذ خطوة للوراء، وبتبدأ بعد فترة بتشعر بالملل، وبعد فترة بتنسحب بشكل كامل. طيب تنسحبي ليش؟ ليش تتركي شغلك؟ تجيك الرسالة الثانية إنك تتمسكي بهدفك. بقصة قصيرة بدي أحكي لكم إياها، إني إذا كان في عائلة فيها أم وأب وطفل واحد، إذا كانوا الأم والأب بيشتغلوا شغل فول تايم واثنيناتهم ناجحين جدا بعملهم وعندهم طفل واحد فقط، فالأم تعمل ضعفي عمل الرجل داخل المنزل وثلاث أضعافه مع الطفل، ونحتاج الأمر إنه أحدهم يترك شغله مشان مصلحة الطفل، فهي غلط.
غالبا بتكون الام. ما رح ادخل في اسباب لانها كثير معقده، احد اهمها انه غريس الامومه والفطره، لكن في سبب كثير مهم هو نحن المجتمع بنربي عليه اولادنا. ان نحن من لما بكون اولادنا صغار منعول على نجاح الرجل مهنيا اكثر من نجاح المراه، ومنعتبر انه هي لازم تكتفي بكون ربه منزل مثاليه فقط. بس انت عندك ميزه كل رجال العالم ما بتمتلكها، انت تشتغلي اصعب وظيفه بالعالم، انك تكوني ام. يعني انك تشتغلي 24 ساعه بدون ما توقفي، بدون ما تاخذي اجازه، بدون ما تاخذي راتب. ومهمتك كأم ما بتتجاوز 15 أو 16 سنة، بس أنت بتضلي عم تشتغلي 50 و 60 سنة، وممكن أولادك يستمروا بعملك ويكونوا فخورين يوم من الأيام إنه أنا أمي هيك كانت تشتغل. فهي شغلة كتير مهمة بالنسبة لك، بس ما بساعدك عليها غير شغلة كتير مهمة واللي هي التجربة الثالثة، إنك تختاري شريك صح، إنك تختاري الرجل اللي يفخر يومياً إنه هو عم بيساعد وعم بيقوم بدوره بالمنظومة الأسرية كل يوم، لأن كل يوم عم بيثبت فيه إنه حاجة المرأة للعمل بتعادل حاجة الرجل، بل هو أكثر أحيانا. أنا بشتغل وبدرس وبدرس، خلوق طارق أولادي، كل يوم كل يوم كل يوم بحاول، بس بصعوبة جدا بالغة، اني اعلمهم يكونوا شركاء حقيقيين ببيتهم لحتى يقدروا يكونوا شركاء حقيقيين مع الانسانه اللي هن اختاروا يكملوا حياتهم معه. ولو عندي بنت بتمنى انه يكون عندها بدل الفرصه 2 وبدل الامكانيه 10 لحتى تقدر تكون شخص ناجح ببيتها وناجحه مع اولادها. العالم صار صعب كثير، والقليل من النساء وعاطفتهم ممكن تعطي الكثير من الأمل، لأني أؤمن بمقولة إنه لو نصف هذا العالم ونصف القطاعات ونصف الشركات تدار بأيدي نساء لكان لدينا اليوم عالم أفضل وألطف. شكراً لكم.